يعتبر هذا المجسر وتقاطع الموسى الجديدة اللي هو على مسار واحد يعتبر خط خارج داخل المدينة، يعني يربط من الجسر الثالث تقاطع اليرموك، يعني مجسر اليرموك ومجسر تقاطع أبي تمام وتقاطع موسى الجديدة إلى دورة بغداد، بحيث ماكو أي ترافيك لعيد، يسهل عمليه المرور الزخمي، يعني بتص زخم المرور بالمنطقه. المركبات الحمل. طبعا هو المركبات الحمل اكثر شيء. اي نعم، الخطوط الخارجيه. نعم زين، نقدر نقول اي مرحله وصلنا حاليا؟ احنا بالمرحله الثلث الاخير، نقول يعني ما يقارب تقريبا 35% من العمل. كان عندنا صب، طبعا الصب عندنا مستمر الامس واليوم عندنا صب، وباكر ان شاء الله عندنا صب، والعمل مستمر، يعني عمل النجاره والحداده وعمل كافه الفقرات المتداخله. طبعا عندنا عمل في شهر رمضان، سويتوا برنامج عمل لقدوم العمال؟ برنامج عمل بالنسبه للنجار والحدادين عمل من الساعه 6 الصبح الى الساعه 5 العصر. الكادر الوسطي، الكادر التكميلي من الساعة 7 إلى الساعة 2 الظهر. ومستمرين بالعمل؟ إيه مستمرين بالعمل. نعم. متى يتم تسليم العمل؟ تسليم العمل حسب البرنامج الحالي الشهر الخامس 2023 المقرر، وإن شاء الله قبل هذا المدة يخلص إن شاء الله.